هيبه سدوان 26 ans عندي ان ماستر ان ماركتينغ اكسيون كوميرسيال ودابا يلاه بديت في مون بروبر بروجي اللي هو لورغانيزاسيون ديال لي فواياج ريسبونسابل. كنت نورمال عايشه حياتي عادي كيف الناس خدامه كنخرج مع صحاباتي كنسافر، مي واحد الوقيته كنت كنحس براسي ماشي حتى لهيه جوغ كان كنت كتجيني الدوخة بزاف، كنت كنحس براسي عيانة طول الطون، ما بقيتش كناكل كاريمون تحبسات لابيتي، ومشيت في الطبيب وقال لي ما عندك والو، عندك غير الاعصاب المصران، ما عندكش مناش تخافي. دونك صافي، دونك مشيت خديت لو تريتمون ورجعت عاوتاني كملت حياتي نورمال، ما كانش عندي علاش نخاف. وعاوتاني واخا خديت تريتمون مون نيطا ما تقادش، ديكو عاوتاني مشيت رجعت شفت ان اوتر ميدسان اللي قال لي لا ميم شوز، عطاني تريتمون اخر، وبقيت في هذاك لو سيرت كل مره كنمشي من عند الطبيب للطبيب، وكل طبيب اش كيقول لي، مره تيقول لي اعصاب المصران، مره لي غاز، المهم حتى واحد ما قال لي راه عندك شي حاجه لي سيريوس. حتى لواحد النهار مشيت عند واحد الطبيبه دخلت عندها دارت لي ليكوغرافي، ما غادي لي ليكوغرافي تقول لي بنتي شاش عندك. قلت لها كيفاش؟ قلت لي راه في ليكوغرافي كتبان عندك واحد لا تيومور اللي كبيره بزاف، وتلمو كانت كبيره كقالت لي واخا عندي شي مشكل في عندي شي مشكل في ليكوغرافي، ديكو صيفطاتني ديال ليكوغرافي في واحد السونتر. ملي مشيت درتها ديكونيسي ديالها كان هو هذاك، ديتو ليها قالت لي كاينه لا تومور ولكن مازال ما عرفناش واش لا تومور خايبه يعني كونسيروز ولا لا. بقي درت لوبيراسيون وبقيت كنتسنى في لي ريزولطا يخرجوا ليا، وانتر طون مون ايتاب دا كي ديغراد، درت واحد لا شوت اللي فريمون بديت كنت باريزي بشويه بشويه. في الاول بقيت كنحس برجليا، بقيت كنقدر نحركهم، هذاك الشيء طالع 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 حتى وصلت توليت باراليز، تباراليزيت كومبليتمون، مابقيت قادره كاع نتحرك. ملي بديت ملي مشيت عند لو ميسا اللي دار لي لوبيراسيون قال لي بلي خصك تعاودي ديري لي زاناليز، ديري لي غام، ديري لي سكانر، ومازال ما خرجتش الريزلت ديفينيتيف ديال لانابات. دونك مشيت بديت كندير عاوتاني لي سكانر و لي غام، تما عرفت بلي عندي ان كونسير و بلي عندي اون ميتاستاز ستاد 4 و طلعت لي لا كولون فيرتيبرال. دوكو كان خصني ندير اون دوزيام اوبيراسيون في لا كولون فيرتيبرال، و ابخي لوبيراسيون تما فين كان خصني نمشي عند لو سونتر ديال لونكولوجي باش نعرف واش غندير الشيميو، واش ما غنديرها، واش غندير الراديو ثيرابي، شنو غندير. مشيت ل 20 غشت ديت معايا الدوسي ديالي لي زاناليز لي سكانر لي رابور ديال لي زوبيراسيون لي دوست كلشي ديتو، عطيتو للميدسان، الميدسان شاف الرابور بان لي مصدوم مي ما بغاش يبينها ليا. ابري ما ابري قال لي خصنا نديرو اون دو اتودي لو دوسي ديالك عاد ابري نقولو لك شنو كاين. ملي مشاو قالوا ليهم بلي هزو بنتكم حطوها حداكم بلا ما تعذبوا بلا شيميو ثيرابي، راها ميتاستاز ستاد 4 دونك راه صافي غتموت الا كثرات، باقي ليها 6 شهور. دونك بلا ما تعذبوها بلا شيميو ثيرابي حطوها حداكم، بروفيتيو من هذا الوقت اللي بقى لكم مع بنتكم. دونك هزو لو دوسي ديالي ومشيت لواحد الكلينيك بريفي وبديت عندهم لا راديو ثيرابي، بديت درت 10 سيونس دو راديو ثيرابي. ابري كنت تعذب بزاف في لو ترونسبور وداكشي، ديكو جي ديسيدي نمشي للرباط، تما بديت لا شيميوثيرابي في مولاي عبد الله. رقاقيت بزاف وليت سكوليت، مابقاش كنقدر ناكل كثر من اللي كانت، مابقاش كنقدر نتمشى كثر من اللي كانت، لي دولور كانوا بزاف، ما كنتش كنعس بالليل، كنت
tu mets ta stade 4, donc le stade final, où tu as 4 séances de chimiothérapie, alhamdoulilah, yassirallah, où tu as pu تجنب الكونسير. ملي نهار غادي نعرف بلي انا غنحبس لو تريتمون مشيت عند الميدسان قالت لي بلي غادا بلي زاناليز ديالي قالت لي الحمد لله سي بون راكي غتحبسي لو تريتمون يعني صافي تهنيت من الشيميو بيان سور فرحت بزاف انت ما تقدرش تخيلي شحال فرحت ولكن ابري سولتها قلت لها بيسكو دابا صافي ساليت الشيميو غنولي نقدر نتمشى كيف كنت كنتمشى عادي حيت بيسكو انا يا مع لا شيميو ما كنتش كنقدر ندير الترويض ديكو ما كنتش كنافونسي فيزيكمون ما كنتش كنافونسي وهنا قالت لي الميدسان كون كنتي غادي تمشي كنت مشيتي شحال هادي دونك ديك الساعات مابقيتش عارفه واش نفرح حيت عرفت راسي بانني صافي راه حبست لو تريتمون ولا نبكي حيت غنبقى حياتي كامله في لا شيز غولون دونك داكشي اللي قالوا لي مسحتو من دماغي وحطيت قدامي واحد لوبجيكتيف هو انني غادي نرجع نتمشى كيف ما قدرت نقاوم ونغلب الكونسير غنغلب الفيزيك ديالي وغنقدر نتمشى عاوتاني ورجعت كندير الترويض والحمد لله كنت في الاول اليتي ابري وليت كنخرج بلا شيز غولونط الوغ كو ما كنتش كنقدر حتى نجلس فيها ابري وليت كنتحرك بالديومبولاتور شويه من الديومبولاتور وليت كنتحرك بدو بيكي ودابا كنخرج بأون سول بيكي وكنقدر نخرج حتى سون بيكي زعما الحمد لله بديت كنقدر نتمشى شويه درت كلكو با بوحدي بلا لي بيكي مي الحمد لله قدرت نوقف على رجلي هذه اهم حاجه شنو اللي خلاني نقدر بانني نوقف نعود نوقف على رجليا ونتغلب عليه اولا هو انني لقيت راسي دايره بيا عائلتي وصحابي اللي كنعتبرهم بحال عائلتي الثانيه ما تخلاوش عليا بقاو واقفين معايا حسيت بعائلتي دايره بيا عرفتي ملي كتكوني حاسه بالناس دايرين بيك راه تتكوني خاصك تكوني قويه ماشي على قبلك على قبلهم هما دابا الحمد لله هادي عام بساليت لو تريتمون بزاف د الحوايج تبدلوا من بعد ما ساليت لو تريتمون هي انا مازال ما ريكوبيريتش 100% ولكن الحمد لله انا بشويه بشويه غادا وكنرجع ولكن ملي كدوزي من واحد التجربه بحال هادي لا فيزيون ديالك للحياه كتبدل ما كتبقايش تعصبي على قبل ديك الحوايج الصغارين كتولي تبان لك اهم حاجه هي انك بصحتك عندك صحتك بانه دايرين بك الناس اللي كتبغي هذا هو اهم حاجه اما داكشي الاخر كيولي يبان لك شي حاجه اللي بانال ماشي شي حاجه اللي تخليك تعصبي اللي نقدر نقول للناس اللي مرض صوب الكونسير صوب اي مرض اخرى ما عمرهم يفقدوا الامل وخلي من ساي يقولوا لهم بلي خصكم تفقدوا الامل ما يفقدوش الامل حيت الامل في الله